منطقة المحاصرة في أحياء حمص قديمة، قصف عنيف بالطائرات بالصواريخ بجميع أسلحة الثقيلة. اليوم 29/3/2013 قصف عنيف على أحياء حمص المحاصرة، حمص القديمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أساس دمار، صواريخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. هاي محلات منازل هدمت. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل.